تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة العربية، سنقوم بحله معا. لدينا السند، سأقوم بقراءته. قبل أن يكتشف اللقاح، كانت الآلاف من البشر تموت سنويا بسبب الأمراض الفتاكة التي تنتقل بالعدوى، مثل الجدري، الشللي، السلي، والحصبة وغيرها. وكان إذا أصيب شخص من المدينة بهذا المرض، ينتقل مرضه سريعا إلى غيره، وخلال شهر أو أقل يصاب أغلب سكان المدينة بهذا المرض. واليوم وبفضل التلقيح صارت هذه الأمراض لا تشكل خطرا على المصابين بها. سنقوم بشرحه. قبل أن يكتشف اللقاح، كانت آلاف من البشر تموت سنويا بسبب الأمراض الفتاكة، بسبب الأمراض. لدينا بعض الأمراض، الجدري والشللي والسلي والحصبتي. آلاف من البشر يموتون بسبب هذه الأمراض وغيرها. وكان الإنسان إذا أصيب شخص ما بهذا المرض، فينتقل هذا المرض إلى غيره، وفي خلال مدة شهر أو أقل من شهر يصاب كافة الناس بهذا المرض لأنه ينتقل. واليوم حاليا لا توجد هذه الأمراض. بفضل ماذا؟ بفضل التلقيح، هذه الأمراض أصبحت لا تشكل خطرا على المصابين، على الذي يصاب بهذا المرض. أظن أني شرحت النص. سنقوم بالإجابة على الأسئلة. السؤال الأول، أكتب عنوانا مناسبا للنص. ماذا نلاحظ؟ النص يتحدث عن اللقاح، قبل أن يكتشف اللقاح. عنوان النص، اكتب اللقاح. السؤال الثاني، اذكر جميع الأمراض التي ذكرت في النص. النص أعطانا بعض الأمراض التي كانت تصيب الإنسان قديما، وهي بسبب الأمراض الفتاكة التي تنتقل بالعدوى، مثل الجدري، الشللي، السلي، والحصبتي. الأمراض التي ذكرت في النص هي، نكتب الجدري والشللي والسلي وكذلك الحصبتي. هذه يمكن أن نضيف وغيرها. هذه الأمراض التي ذكرت في النص. ثالثا، هات من النص مرادف الكلمتين التاليتين. لدينا القاتلة، معناها في النص القاتلة. نقرأ النص. قبل أن يكتشف اللقاح، كانت الآلاف من البشر تموت سنويا. القاتلة، هذا فعل، بسبب الأمراض الفتاكة. الأمراض الفتاكة، الأمراض القاتلة. القاتلة معناها الفتاكة. القاتلة، نكتب الفتاكة، ضمة نتبع مع الضمة. الناس، نبحث في النص. قبل أن يكتشف اللقاح، كانت الآلاف من البشر، البشر معناها الناس، آلاف من الناس. الناس معناها البشر. نواصل. هات من النص ضد كلمة ما، ضد كلمة مالي. هنا المرادفة وهنا الضد. بعد معروفة، ضد بعد هي قبل، نبحث عليها، ها هي موجودة قبل. أكثر ضدها معروفة كذلك هي أقل، أكثر ضدها أقل، نبحث عليها أو واحدة تشبهها. قبل أن يكتشف اللقاح، كانت الآلاف من البشر تموت سنويا بسبب الأمراض الفتاكة التي تنتقل بالعدوى، مثل حطام الأمراض وغيرها. وكان إذا أصيب شخص من المدينة بهذا المرض، ينتقل مرضه سريعا إلى غيره، وخلال شهر أو أقل. أكثر ضدها أقل، نكتب أكثر أقل. نواصل مع الاختبار. استخرج من النص فعل مضارع.
نبحث في النص، فعل مضارع. قبل أن يكتشف اللقاح كانت الآلاف من البشر تموت سنويا. تموت فعل مضارع، تموت سنويا بسبب الأمراض الفتاكة التي تنتقل، فعل مضارع. المطلوب منا سوى فعل مضارع واحد، نكتب مثال تموت أو تنتقل. تموت تنتقل فعل مضارع دائما يكون مرفوع بالضم. جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم مثال المسلمون المعلمون أو منصوب المسلمين المعلمين الفلاحين المدرسون بالياء والنون أو بالواء والنون. نبحث. قبل أن يكتشف اللقاح كانت الآلاف من البشر تموت سنويا بسبب الأمراض الفتاكة التي تنتقل بالعدوى مثل الأمراض، وكان إذا أصيب شخص من المدينة بهذا المرض ينتقل مرضه سريعا إلى غيره، وخلال شهر أو أقل يصاب أغلب سكان المدينة بهذا المرض. واليوم بفضل التلقيح صارت هذه الأمراض لا تشكل خطرا على المصابين. المصابين جمع مذكر سالم، إما تكون المصابون أو المصابين. نكتب المصابين جمع مذكر سالم. أخت من أخوات كان، لدينا كان، أصبح، ضل، صار، أمسى، ليس. نبحث عن أخوات كان. قبل أن يكتشف اللقاح كانت، في الماضي ناقص، كانت الآلاف من البشر تموت سنويا بسبب الأمراض الفتاكة التي تنتقل بالعدوى مثل، وكان وجدناها كان، إذا أصيب شخص من المدينة بهذا المرض ينتقل مرضه سريعا إلى غيره، وخلال شهر أو أقل يصاب أغلب سكان المدينة بهذا المرض. واليوم بفضل التلقيح صارت لدينا أخوات كان، وجدنا كانت أو كان وصارت. نكتب المطلوب سوى واحدة، كانت أو صارت، أو ممكن أن تكتبوا كان. اسم موصول، اسم موصول لدينا الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللواتي. نبحث عن واحدة منهم. قبل أن يكتشف اللقاح كانت الآلاف من البشر تموت سنويا بسبب الأمراض الفتاكة التي هي اسم موصول. نكتب التي. وجدنا فعل مضارع، جمع مذكر سالم، أخوات كان، واسم موصول. أخيرا، ليس أخيرا، ما قبل الأخير، أعد كتابة الجملة وحول الكلمات المسطرة إلى مثنى. لدينا مفرد نحولها إلى المثنى. نقرأ الجملة. إذا أصيب شخص من المدينة بهذا المرض ينتقل مرضه سريعا إلى غيره. لدينا شخص مفرد نحولها إلى مثنى. نكتب إذا أصيب مثنى جيد شخصان. نكتب هنا إذا أصيب شخصان من المدينة. المطلوب نغير سوى الكلمات المسطرة. من المدينة بهذا المرض ينتقل مرضه، مثنى تصبح أحسنتم مرضهما سريعا إلى مثنى غيرهما. جيد غيرهما. نعيد قراءة الفقرة. إذا أصيب شخصان من المدينة، أنتم تعيدون الكتابة الجملة، من المدينة بهذا المرض ينتقل مرضهما سريعا إلى غيرهما. وأخيرا اكتب التاء المناسبة مكان النقط. لدينا كل هذه، نكتب تاء سواء تكون تاء مفتوحة أو مربوطة. اشتريت، هذا اشتريت عبارة عن فعل، تاء جيد في الفعل، نكتب التاء دائما مفتوحة. هدية، هدية اسم مؤنث جيد، اسم مفرد مؤنث، نكتب تاء مربوطة. اشتريت فعل تاء مفتوحة، هدية مفرد مؤنث تاء مربوطة. وذهبت،
ذهبت فعل نفس الشيء كشتريت ذهبت لأزور جدتي المريضة جدتي المريضة اسم مؤنث تاء مربوطة نكتب التاء المربوطة في الاسم المفرد المؤنث المفرد المؤنث معناه مؤنث واحد ونكتب التاء المفتوحة في الأفعال نعيد قراءة الجملة اشتريت هدية وذهبت لأزور جدتي المريضة في بيتها وهكذا انتهينا من حل الاختبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد إلى اختبار قادم إن شاء الله والسلام عليكم.